بخير في التجمع الوطني للأحرار 5 دقائق أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، بهذه المناسبة أود أشكر جريدة سند الإلكترونية على هذه الندوة وعلى فتحها كذلك لهذا النقاش الذي جاء في وقته، ونتمنى أن نقنع الحضور الكريم حول ما يفكر حزب التجمع الوطني للأحرار في استحقاقات القادمة. فحقيقة هذا الموضوع الكلام فيه كثير، لأننا الآن هناك حراك سياسي عربي والمغرب جزء من هذا الحراك. لا بد أن نخرج من هذه الانتخابات إن شاء الله فائزين، نظرا للوضعية السائدة السياسية في المغرب والواقع السياسي، لأن نرى الآن هناك حراك، وهذا الحراك لا بد أن الكل يتحمل مسؤولية، لأن المسؤولية مسؤولية الجميع، لا كأحزاب ولا كمجتمع ولا سلطة، لأن المغرب مغرب للمغاربة، ولا بد أن نفكر في هذا الموضوع والتدابير التي سنفعل بها من إنجاح انتخابات. الانتخابات كانت الانتخابات السابقة كان هناك عزوف، وهذا العزوف ربما الكل يعلم أسباب العزوف، ومسألة عدم الثقة ما بين المواطنين كذلك الأحزاب، والكل كل واحد كيبقى أنه جانب الأحزاب بأن المواطنين أو الشباب هناك فتح الأبواب. وسأتطرق من موقعي كمسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار، لأننا لاحظنا أن هناك عزوف مواطنين للأحزاب، وفتحنا أبواب للمواطنين والانخراطات، وعقدنا عدة ندوات ولقاءات، حاولنا أن نشرح للمواطن مفهوم الانتماء الحزبي وكذلك كيف أن العمل الحزبي. ولكن هذا لاحظنا أن هناك تجاوب ضعيف وإقبال ضعيف من المواطن للمشاركة في الانتخابات. كما قلنا أن الحزب قام بالواجب دياله، ولكن هناك المشكلة التي وأنا جزء من هذا اللي كنعيشو في هذه الأحزاب وفي الواقع السياسي، أن كل واحد ينتمي في حزب سياسي يبقى عنده ذاك العقاب. نحن لاحظنا أن حتى في الجمعيات أو في نادي رياضي أو في كذا، لما يسأل عن النادي الفلاني هذا ينتمي إلى الحزب الفلاني، وما بقاش أن أي حزب أي مواطن ينتمي لشي فئة سياسية ما خصوش يدير جمعية رياضية ولا جمعية ثقافية ولا حتى لا مشي هذاك المسجد راه مشي يصلي إلا من أجل جلب الأصوات وهذي. ولهذا حنا كنقولوا أولا خصنا كيفاش نديروا باش نخرجوا من هذا الإشكالية ديال هذا الواقع. التدابير لا بد أن تشارك فيها الأحزاب والمجتمع والسلطة. السلطة وهي الآن كتشوفوا الحيل السلطة خص يكون ذاك الحيل الإيجابي، لأننا نرى أن السلطة في عدة مناطق في الصعيد الوطني أن ذاك الحيل ديالها ما كيكونش حيل لصالح انتخابات، ولكن لما كنشوفوا أن شخص كيفما كان كل الانتخابات يعني
التاريخ ديالها غير محدد كيبدا في الحملة الانتخابية ديالو. وهنا هنا السلطة شنو الدور ديالها؟ الدور ديال السلطة إلا ما قامتش بالتدابير اللازمة، لأننا نحن كأحزاب ولا كمواطنين ما يمكنناش نوقفوا شي واحد ليقوم بتوزيع مثلا أي مسألة على الجمعيات أو على المواطنين. وهذه التدابير شكون اللي يقوم بها؟ أننا هي السلطة هي اللي تقوم بها ماشي ليس الأحزاب. نعرفوا أن الأحزاب الآن تبحث عن مناصب، تبحث عن البرلماني، البرلماني لأن هناك صراع ما بين الأحزاب، من يحتل المرتبة الأولى، وهذا موجود حقيقة في تقريبا جميع الأحزاب تبحث عن المناصب، ولكن خصنا أي طريقة باش أننا هذا المرشح ديالنا يكون عنده فيه واحد المعايير اللي تحترم فيه النزاهة. هنايا النزاهة احنا كمواطن، لأن المواطن هو الذي يصوت، وهذا التصويت احنا بغينا ذاك العقاب ديال التصويت، وهو أننا نحاول كيفاش نديرو أننا هذا المرشح ديالنا، لأن أصبحت المادة كتطغى، وهذه المادة ديال الطغى، لأن خصنا المواطن هو اللي نحسو بالدرجة الأولى باش يعاقب كل واحد دخل الانتخابات وخرج على ما يريده الشعب للبرلمان الطريقة التي يريدها. شكرا لك. وما إذا كان شي حاجة في النقاش، أننا سنتوسع في النقاش.